بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام. ابني يالا، شوف مكانك فين وانا اجي لك في اي مكان. يالا وريني رجوليتك. يالا ده بيتكلم، بيتصل بوالد بوالد نيرة الأستاذ أشرف. لماذا طلب محامي محمد عادل قاتل نيرة من المحكمة استخدام أقصى أنواع الرأفة؟ قبل ساعات من تأكيد حكم الإعدام، أسرة قاتل نيرة أشرف تكشف جديدا. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. يقول فيها انه مش هو اللي كان عايز يترافع، لكن جاله بعض الطلبات من مصريين في الخارج وفي الداخل. اهل طالعين كل شويه في السوشيال ميديا، مفيش قناه ما طلعوش فيها، مفيش بتاع، وناس رايحه التراب امبارح رايحين. التحليل النفسي والاجتماعي للمتعاطفين مع قاتل نيرة أشرف. في الوقت الذي ينادي فيه الأغلبية الكاسحة من رأي العام المصري بتنفيذ حكم الإعدام على الطالب محمد عادل قاتل زميلته الطالب نيرة أشرف، بزغت على ساحة قلة يبدون تعاطف مع القاتل مطالبين أسرة المتوفى بقبول الدية والعفو عنه. سلوك التعاطف مع الجاني كان سؤال العين الإخبارية للطبيب النفسي المصري جمال فرويز، الذي أكد أن الأمر بنمته مؤقت ويرتبط بالحدث نفسه، ولا يعني أن حالة التعاطف دائمة أو هم مشغولون بالشخص في حقيقة الأمر. ويفسر استشاري النفسي حالة التعاطف التي انتابت البعض وجهر بذلك حول منصات التواصل الاجتماعي بأن هذا التعاطف هو أمر وجداني وإنساني محض مع الشاب الصغير السن الذي قد تنتهي حياته بالإعدام، كما أن تأثيرات ما قيل حول أنه قد غرر به من قبل الفتاة ما دفعه لقتلها دفع البعض لتبرير سلوكه ولو بشكل وقتي، ولهذا يسمى مثل تلك التصرفات التي تحمل تعاطفا مع القاتل في علم النفس بأنه سلوك انفعالي اندفاعي لحظي. فرويز يشدد على أن عددا غير قليل من الناس يعتمد على ما يشبهه بذاكرة السمكة، ورؤيتهم للقاتل وهو في قاعة المحكمة وهو في موقف ضعف أنساهم سريعا جريمته التي ارتكبها على رؤوس الأشهاد، وروع الآمنين وقتل نفسا زكية بغير ذنب اقترفته. ويرى استشار الطب النفسي المصري أن هذا التعاطف اللحظي والانفعالي لا يعني بالضرورة أن شخص يمكن أن يرتكب نفس الموقف أو مؤيد للجريمة التي ارتكبت، بل أن تصرفاته لحظية وانفعالية ولا تعتبر انفعالية حقيقية لمواقف حقيقية. ولا يعول فرويز على سلوكية الأفراد أو رأيهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، ولا يعتبرها بأي حال من الأحوال مرجعية لسلوك الكثيرين، لأنه من السمات الرئيسية لتلك المنصات التجاوب الانفعالي المؤقت واللحظي، ولذلك لا يبنى على مواقفهم أو رأيهم بأي حال من الأحوال. لماذا طلب محامي محمد عادل قاتل نيرة من المحكمة استخدام أقصى أنواع الرأفة؟ أكد خالد عبد الرحمن محامي نيرة أشرف عبد القادر الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم لغات شرقية بكلية الأدب بجامعة المنصورة، والتي تم قتلها بل نحرها أمام العالم أجمع، وخلال الساعات القليلة القادمة ستشهد جلسة النطق بالحكم غدا الأربعاء أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنائية المنصورة، أن ما قاله المحامي الدفاع عن القاتل محمد عادل قاتل نيرة أشرف هو استخدام أقصى درجة الرأفة مع المتهمة، حيث رد عليه المستشار بهاء الدين المري رئيس الدائرة الرابعة مؤكدا له أن يتم المرافعة بشكل قانوني وفق الإجراءات القانونية المتابعة في الجلسة. واستجاب له القاضي في طلبين ورفض الطلب الأخير، وهو عدم عرض المتهم على الكشف الطبي للتعرف على سلامة قواه العقلية. بعد أن قام القاضي بسؤال المتهم محمد عادل قاتل نيرة سؤالا مباشرا، هل أنت واعي لكافة أقوالك؟ وأكد محمد عادل على أنه واعي تماما لما يقول. قبل ساعات من تأكيد حكم الإعدام، أسرة قاتل نيرة أشرف تكشف جديدا. والدة محمد عادل تقول للعربية نت إن الشاب سقط ضحية مشاعره التي ربما ذهبت في الاتجاه الخاطئ قبل 24 ساعة من جلسة المحاكمة ونطق بالحكم بعد إحالة أوراق للمفتي تمهيدا لإعدامه. وكشفت أسرة الشاب المصري محمد عادل قاتل وزميلته الطالب نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة تفاصيلا جديدة عن القضية، وعبر الهاتف ومن مكان جديد انتقلت الأسرة للإقامة فيه بعد وقوع الجريمة. قالت والدة الشاب للعربية نت إن ابنها كان متفوقا في دراسته وكان من الأوائل على دفعته وفي طريق ليصبح معيدا في الجامعة، وهو ما كان حلم هذه الوالدة، لكنها استيقظت على ذات يوم الخبر المفجع بارتكاب جريمة القتل، وما زالت الكوابيس تطاردها بسبب المصير المظلم الذي آل إليه. وكشفت الأم أنها حاولت اصطحاب ابنتيها لزيارة ابنها بعد إحالة أوراقه للمفتي، لكنها لم تتمكن من ذلك،
مضيفة أن ابنها سقط ضحية مشاعره التي ربما ذهبت في الاتجاه الخاطئ، وقالت أنها ستقف مع ابنها حتى آخر لحظة أملا في أن يتم التخفيف الحكم عنه، مشيرة إلى ثقتها الكاملة في أن الحكم سيخفف خلال النقد ويبقى ابنها على قيد الحياة حتى لو ظلت طيلة حياتي خلف القضبان. بدورها تحدثت ندى عادل شقيقة القاتل العربي نت ووجهت الشكر للمتعاطفين مع شقيقها ومن بينهم المحامي فريد الديب لإعلانه قبول دعوى الدفاع عنه. بلاغ للنائب العام ضد محامي جمعدية لوقف إعدام قاتل نيرة أشرف. تقدم صلاح حسب الله المتحدث السابق باسم مجلس النواب ببلاغ إلى نائب العام حمل رقم 30169 لسنة 2022 ضد المحامي أحمد يحيى مهران متهما إياه بإشاعة الفتنة وإثارة البلبلة ما يعكر صفو المجتمع ويهدد السلم والأمن العام، بعد أن ارتكب أفعالا تشجع وتحرض على القتل من خلال دعم محمد عادل القاتل الطالب نير أشرف عن طريق جمع تبرعات لدفع دية لأهل المجن عليها قدره 5 ملايين جنيه. وجاء في البلاغ الذي تقدم به صلاح حسب الله حيث أنه على خلفية صدور حكم محكمة جنات الدقاهلية بإحالة أوراق محمد عادل القاتل نيرة للمفتي خرج علينا المدعو أحمد يحيى مهران المشكو في حقه يوم الجمعة الموافق 1 يوليو عبر صفحات فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي يدعو لدعم محمد عادل عن طريق جمع تبرعات لدفع دية لأهل المجن عليها قدره 5 ملايين جنيه. وقد وصف حكم المحكمة بأنه قتل لمحمد عادل القاتل المحكوم عليه. في ذات السياق ندى عادل شقيقة الطالب محمد عادل أن الأسرة تتقدم بالشكر إلى المحامي فريد الديب لإعلانه قبول الدفاع عن شقيقه الأكبر لافتة بقبولها. شكرا فريد الديب، والعدالة ستتحقق في نقد حكم الإعدام ولكل فئات المجتمع التي تعاطفت مع محمد أخوي ضحية الاستغلال من أسرة الفتاة. وأفادت شقيقة المتهم القاتل أن الإجراءات القانونية العادلة سيتم اتخاذها خلال التقدم بطعون للمحكمة النقد، مشيرة بقوله إحنا كأسرة التزمنا بالصمت وعدم الرد، ولكن القانون العادل وإجراءاته سيتم تفعيله خلال الفترة المقبلة. أسرة نيرة أشرف ترفض دية 5 ملايين جنيه وتعلن لا تصالح. أعلنت هدير شقيقة نيرة أشرف عبد القادر ضحية حادث المنصورة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن رفض الأسرة بالكامل التصالح واستمرارها في القصص القانونية عقب ورود رسالة وصلت من أكاونت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى والدة الحاجة ثناء طراز. تتضمن رسالة تحتوي على عرض مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه قابل للزيادة إلى 6 أو 7 مليون جنيه، وسيتم جمع هذا المبلغ كنظير فك رقبة للعفاء عن محمد عادل المتهم بقتل المجن عليها. وتابعت شقيقة نيرة أشرف عروس الجنة بقولها الدلة تثبت أننا لا نقبل تعويض عن دم أختنا لأن كل نطق دم منها نزلت لا تسوى من الأرض ذهبة، القصاص هذا مطلبنا والتنفيذ بأسرع وقت إن شاء الله. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. ما هو سبب تولي فريد الديب القضية؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.